حماتي كنتي كنتي، يمكن دي اشهر جمله سمعناها الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا بين زوجه وحماتها. العلاقه بينهم حلوه جدا، ايجابيه جدا، صحاب جدا، ويمكن دي من الحاجات الحلوه اللي حببتنا في الحما وغيرت وجهه نظرنا كده عن بعض الحموات. ومريم منيب، ويعني طوبه على طوبه، خلي العركه منصوبه زي ما كنا بنسمع كده زمان. لا، العلاقه بين حسنه ومدام عزيزه مختلفه تماما. ينفع يبقوا صحاب، ينفع يصوروا مع بعض، ينفع يخرجوا مع بعض، ينفع يلبسوا زي بعض زي ما انتم شايفين كده على الهوا. معانا منورنا من المانيا حسنه ومدام عزيزه، نروح لهم على طول بسكايب وهقول لهم زي ما هي بتقول لك. بقى يا مدام عزيزه، صباح القشطه. صباح الفل والياسمين. صباح الفل والقشطه والياسمين والحلاوه والسكر على اهل ام الدنيا مصر. الله الله الله، ده احنا بنتكلم كمان مصري وحاجه زي العسل. صباح الفل. أيوة عليكم. أيوة. الماتشنج والالوان الحلوه دي انتم منسقينها ولا ده على طول كده؟ نحن بصراحه على طول كده، يعني انه ما 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 مستحيل انا اقدر اجيب شيء ما يكون انه هي كمان بتحبه. بجيب قياس اكبر لإلها وبجيب القياس الصغير لإلي. لا طيب، الحب الحقيقي والرومانسيه والكلام الحلو والصحوبيه ده يا مدام عزيزه، يعني في التصوير بس ولا على الحقيقه كده كمان؟ هلا لو بس بالتصوير كان اكيد بين انه بيصير، بس نشكر الله نحن عن جد عائلة بمعنى الكلمة، عائلة ما شاء الله. وأنا بقول الأم اللي بتحب أولادها، اللي عندها صبيان وبتحبهم، لازم تحب زوجاتهم. بما أنه بتحب ابنه لازم تحب مرته طبعا، نقول مرته يعني. بقى هون ببلش التفاهم، هو أهم شيء الحماية. مو الكنة غريبة بتجي على البيت انت بدك تحتويها، الحماي لازم تحتوي كنتا. حلو النصايح دي على الصبح، يعني يمكن لو بيتفرجوا علينا حموات كتير المفروض يتعلموا كده من العلاقه الحلوه دي. مش عايزين نحسد احنا ما شاء الله، بس انا عايزاك يا حسنه تقولي لي القصه بدات ازاي، انك انت تبتدي انت ومدام عزيزه تصوروا فيديوز كده على السوشيال ميديا وتيك توك وتقلب الدنيا وتحقق ملايين المشاهدات كده. صح، بصراحة أول شيء أنا كنت أشتغل بعيادة مساعدة دكتور أسنان، بعد ما صار الكورونا سكرنا وأنا تقريباً أغلب الوقت بالبيت، ما كتير بطلع برا البيت. صرت شوف التيك توك وعم شوف إنه كتير في صبايا حلوين عم يطلعوا على التيك توك. أول بداية التيك توك أنا نزلت فيديوهات، بلشت نزل على الفيسبوك بس فيديوهاتي لإلي، يعني نزل على التيك توك، صور على التيك توك بس ما كنت نزل يعني ما حدا يشوف. كتير اجتني فكرة انه اعمل قناة على اليوتيوب سميها حياتي انا وحماتي. حلوة، عرفتي كيف؟ أيوة. بس بصراحة شغل اليوتيوب كتير صعب وبده كتير وقت، انه بده مونتاج وبده كذا وبده كذا. اول شيء جوزي على التيك توك ما خلاني انزل فيديوهات ليبسينك، يعني انا بحب كمان انه اغاني وفرفشي وكل شيء، عرفتي؟ فقلتي تنزلي محتوى. فقالت لا، اول شيء بلشت لبسينج، بس بعد صراع عميق مع جوزي وقال لي انه لا ما بصير تنزلي وما بعرف شو وانا بغار وكذا. اجا قلت له طب معلش، يعني شوف البنات ما احلاهن وهيك وهيك وهيك. قال لي اوكي معلش، صار فيك تنزلي. حاولت تقنعيه، نزلت فيديوهات اقنعته بصراحه. اقنعتيه؟ طب هايله هايله، ما هي دي الزوجه الاصيله اللي تقعد تزن 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 لحد ما توصل اللي هي عايزاه. ساعدتيها طيب يا مدام عزيزه في الزن ده؟ ساعدتيها؟ ايه انا كنت مع حسنة. بتدعمك دي في ظهرك بقى طول الوقت. دايما بتوقف معها، حتى لو هي الغلطانة، انا بوقف معها مو معها. الله الله. يا بختك. طب انا بقى عايزة افاجئكم ونشوف بقى الكلام ده حقيقي فعلا ولا لا، ونروح على طول لأستاذ كيفورك، الزوج اللي مش عارفين بقى هو رأيه ايه في العلاقة الحلوة دي. صباح الفل. صباح الفل استاذ كيبورك من المانيا، ومكالمه مفاجاه ليكوا انتوا الاثنين. بصبح عليك. حبيت. برافو. بصبح عليكم بالخير. عشان يدسوا النبض. بصبح عليك واحكي لي، هل العلاقه دي فعلا على الحقيقه كده هم الاثنين عصافير ولا لا، في الخناقات بتاعه الحما والزوجه وان هم يجوا يسخنوك على الثانيه والحاجات اللي احنا بنسمعها دي؟ لا لا، الحمد لله احنا العلاقه بين حسنه وامي ما كان في يوم من الايام انه اي حساسيات بينات بعض، بالعكس
بحس امي هي امه يعني اكثر ما انه الله. هي امي صايره يعني هي طول الوقت بتعمل الله وفقني هيك، وزوجتي صارت صديقه وبنت لامي. طيب احكي لي، يعني بتشوف ازاي الفيديوهات اللي بيعملوها؟ يعني هل انت بتشارك بتتفرج، بيبقى رد فعلك ايه طول الوقت؟ انا بتفرج وبضحك عليهم شو عم بيعملوا الفكره الحلوه انه الناس تتعلم انه صحيح لازم يكون الحماية والزوجة الابن صحيح يكون علاقتهم هيك مع بعض. طب عايز اسالك بقى، مين اشطر فيهم؟ يعني مين اشطر في التصوير ومين بيتعب التاني اكتر؟ بما انك بقى بتقعد حكم بتتفرج من الجمهور دلوقتي من الفولورز. حسنا اشطر بالتصوير، حسنا اشطر بالتصوير وبالتعلم بالكلمات وهالشغلات اكيد. مين قال مين؟ بص بتعلم بسرعه كثير. انت دبلوماسي بقى، هما الاثنين. ها هما الاثنين هما الاثنين لازم طبعا بيشتري نفسه، ما لازم يشتري نفسه، ما هو راجع لكم في الاخر، خلوا بالكم يعني. ما هو عايز ينام الليله دي في البيت. طب عايز اسالك سؤال، الاثنين بيتفقوا عليك؟ يس. نعم هما بيقولوا يس، بيتفقوا عليك؟ مين بينصفك في البيت ده؟ هو علي عم بقلك، علاقتهم قوية لدرجة انه بيتفقوا علي كمان. ده انت مظلوم يا عيني، ده الزوج المظلوم. طيب قول لي، بتحب اكل مين اكتر؟ ها؟ اوه اليوم بدكم ترجعوني على البيت، ما هيك انتوا؟ مين؟ قول امك، قول معلش. الاثنين بص دبلوماسي، احنا مش عارفين ابدا، مش عارفين نسخن. طيب هسالك سؤال اخير، بتقول اسرارك لمين؟ مع مين بتروح تفضفض كده؟ اوه كمان للثنتين، بس لا 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 حسنا اكثر. لا حسنا فزت يا حسنا، فزت يا حسنا، اخيرا لقينا. بس اعتقد ان مدام عزيزه مبسوطه، هي حابه العلاقه دي. بشكرك يا كيبورك، وارجع تاني لحسنة ومدام عزيزه، مبسوطين انتوا بالردود دي طبعا. طبعا اكيد هو بده ينام بالبيت، مشان هيك ما كسر حدا يعني، بده ينام بالبيت. طب انا هسالكم انتوا كمان اسئله ونشوف مين فيكم هترفع ايديها ومين هتشاور على الثانيه. مين اللي بيطبخ في البيت ده؟ طب هايل. طيب حسنا اكلها حلو ولا يعني حسنا ما بتردش؟ معقول ده هيتخانقوا؟ ده احنا جايين ننزل نفوز بجد. طيب ايه الاكله المصري اللي نفسكم تاكلوها ومدام عزيزه هتتولى المهمه دي؟ كشري. ده الاثنين، ده انتوا حافظين، ما حدش جربه لسه. طيب ايه المكان اللي نفسكم تزوروه في مصر؟ الاهرامات اكيد. الاهرامات. مين فيكم بيتعب التاني في التصوير؟ شاوروا. انا اللي بتعب، هي بتتعب. بس انا بتعبك. بتموتني، هي بتموتني، انا بعيد الفيديو شي 20 مره مشان تحفظ جمله. الكلام ده حقيقي مدام عزيزه ولا شاطره ولهلوبه؟ لا هي شاطره بالتصوير وبالافكار وكل شيء، وانا بعذبها وقت اللي بدنا نصور، لانه انا ما بعرف بس انا بتضحك كثير يعني. شغله مثلا بدها انه ما اتضحك، ما فيني بدي اتضحك، مشان هيك كثير بتتعذب. وهي علمي، سو انه ما بتقدر تحفظ بسرعه يعني. انا عقلي علمي انه فيزياء كيمياء رياضيات. يعني طلعتي متعبه. طب عايزينك تشدي حيلك بقى يا مدام عزيزه الفتره الجايه. طيب بامانه، مين فيكم اشهر دلوقتي على السوشيال ميديا؟ مين عنده معجبين وفولورز؟ الا ده اعتراف بقى، حسنه هي اللي مسيطره. ها برافو عليك يا حسنه، شاطره. طب احكي لي يا حسنه، ايه اللي بتحضريه بقى الفتره الجايه؟ يعني هنشوف فيديوز كتيره مختلفه ليكي مع مدام عزيزه، ايه بقى المحتوى اللي هتقدموه؟ هلا ليكي، نحن اول ما طلعنا وانا عم غني لحماتي، اوكي؟ ايوه. ورده فعلها كانت كتير حلوه، واغلب الاوقات انا بصور الفيديوهات وهي عم تطبخ وهي عم بتساوي اي شيء، مثلا سكتشات صغيره، نكت، انا طالع نكت مثلا من جوجل او من الفيسبوك، هيك في فكره عجبتني بعملها كتمثيل، عرفتي؟ او مثلا قول انا باخذه وبعمل امثال شعبيه. بالضبط، او امثال شعبيه
وبمثلها سكتشات يعني انه انا وهي للمستقبل او للفيديوهات. بصراحه هلا حاليا هي كثير تعبانه كانت، واذا بتنتبهوا كمان على الفيديوهات اخر فتره ما عم نزل ابدا غير انا لحالي، لانه هي ما بتقدر توقف كثير وتعبانه وعملت عمليه لانه احنا كنا عايزينها تطلع معنا من فتره. الف سلام عليكي، كانت تعبانه بس يعني نورتينا، اهم حاجه بقيتي معانا. ميرسي، خلي قلبك. مشان هيك ان شاء الله رح كتر اكثر سكتشات مع بعض، لانه اغلب الفيديوهات اللي بنكون مع بعض بتطلع بالملايين، اما وقت بكون انا ليبسينك لحالي او انا عم بحكي اي شيء لحالي ما بيطلع. العالم حبونا سوا وبدهم دائما نضل مع بعض، لانه المشاهد بتغره وقت بيكون شخصين او اكثر على الفيديو، عرفت كيف؟ وموضوع في موضوع، وخصوصا الشخص، هو الشخص كمان بياثر انه حماته او ماي جاد، يعني انه كيف شلون. طب ايه اكتر تعليق دمه خفيف جالك يا مدام عزيزه؟ يعني الناس بتقول لك ايه لما بتطلعي وتهرجي وتصاحبي مرات ابنك والكلام ده؟ ما بيسخنوكيش؟ بيقولوا لي معقول معقول في حماي هيك فرفوشه؟ هلا عن جد انتوا هيك ولا تمثيل انه عم تمثلوا علينا؟ عندي بيقولوا لي انا المحتوى تبعي كله طبخ، انا بنزل بس طبخ، بس وقت اللي بطلع لايف كلهم بيسالوا لي عن جد انت وكنتك هيك بالحياه العاديه؟ بقول لهم لو تمثيل ببين يا جماعه، حبوا بعضكم بتعيشوا كثير منيح، دائما هالكلمه بقولها. عايزاكي تقولي بقى نصيحه، بقى نصيحه اخيره انتوا الاثنين تقولوها لكل زوجه بتشوفنا ولكل حما بتشوفنا دلوقتي. انا من عندي للحما بقول للحما حبي مرت ابنك، دلليها وقت اللي بتحبيها بيكون حبيتي ابنك ودللتي ابنك. الله الله، انتي مرتاحه وابنك مرتاح. شفتوا بقى الكلام الحلو؟ طب ونصيحتك؟ ما انا كمان بسقف معاكم اهو، بسقف معاكم. طب وحسنا قولي لنا نصيحه حلوه لكل بقى الكناين، للكنايه الكنايه انتوا تروحوا الكنايه يا صبايا يا كناين، نحن بنقول يا صبايا يا حلوين المتزوجين والقابلين على الزواج في المستقبل، بحب اقول لك دللي حماتك تجديها. الله الله، حبوا بعض وان شاء الله نشوفكم كده على طول حلوين ومنورين وعصافير، وربنا يبعد عنكم العين مدام حسنه وعزيزه. ونورتونا ان شاء الله قريب تكونوا موجودين كمان في مصر وتبقوا معانا هنا بقى في الاستوديو نعمل حلقه حلوه، منتظرينكم قريب ان شاء الله. حبيبه قلبي يا لمين، يسعد قلبي. شكرا ليكم ويسعد صباحكم بكل الخير. من ناس حلوين اهو، والحما حلوه وحنينه ولذيذه وصاحبه. يا جماعه خليكم كده على طول عشان المركب تمشي، مبقاش في اي مشاكل، مش عايزين مشاكل، مش عايزين نشوف ماري منيب تاني، عايزين العلاقه تفضل كده حلوه وعصافير ونلبس زي بعضينا كده ونخرج ونتبسط. ان شاء الله يا رب يديم عليكم فرحتكم ان شاء الله، ونشوفكم على الف خير.